تفصيلة وخياطة فستان سواري كاب بطريقة سهلة وبسيطة. أهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنة وأنتم طيبين يا جماعة الجمهور في الدنيا في أمان الله. ما تحيا تعليم الخلاطة مريم أحمد، يا رب يكون تصميم سهل السلام وبسيط عليكم وعجيب. ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمل جمهور في الدنيا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض بفستان سواري بطريقة سهلة وبسيطة أوي. هنبدأ نعمل فستان ونشرح الباترون بتاعه، وبعدين هنفذه عملي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. طبعا الفترة اللي فاتت ما عملتش فيديوهات، إن شاء الله هنعمل كل يوم فيديوهات زي ما كنا بنعمل، وهنرجع أقوى من الأول، وهننزل استطلاعات رأي قوية جدا وكويسة جدا للأعياد، وكمان أسادير وحاجات زي كده كتير أوي. هنبدأ إن احنا نعمل تصميمات جديدة جدا على القناة. أهم حاجة بس لو أول مرة تشوفيني أول مرة تعرفيني، يا ريت اللايك الجميل والتعليق الأجمل والاشتراك في القناة. كل سنة وأنتم طيبين يا أجمل جمهور في الدنيا. مع تحية تعليم خطوة مريم أحمد. بصوا بقى يا جماعة، دلوقتي حالا معانا الباترون الأساسي أهو، هتلاقيه تحت في صندوق الوصفة، وهتلاقيه فيديو من الفيديوهات القديمة رسمته من الصفر. تمام كده، هنبدأ نعمل التعديلات بتاعتنا بلون مختلف عشان أوريكي التعديلات بتاعتنا بطريقة سهلة وبسيطة. الفستان موجود معانا ده هنا فستان كب، تمام كده، هو كب، فهو كب بس مش كب كله، يعني مش كب من اول النقطة دي اللي هو من اول نقطة حردة الابط، لا ده هو كب بس مش كب ايه زي ما بقولك من اول نقطة حردة الابط، لا هو جاي كب بالظبط كده من عند، هنيجي من عند الجزئية الخط اللي احنا عاملين عليه حردة الابط ده، وهنبدأ نقسمه على اتنين. ثانية واحدة بس نظبط الكاميرا، هنبدأ نقسمه على اتنين، فانا هقسمه على اتنين دلوقتي اهو، هيبقى معايا 9 سنتي، فهبتدي اقسمه 4.5، واحط هنا 0.5 سنتي، واروح ساحبه الايه النقطه دي كده، تمام كده بالشكل ده. يعني انا نصفت الجزئين دول، وبعد ما نصفتهم ابتديت ان احط الخط ده، وبعد ما حطيت الخط ده هعمل ايه تاني بقى يا مريم؟ هروح بعد كده اروح جاي من هنا واروح طالعه بكب، بس كب بسيط مش كب كبير كده، يعني احنا مش عايزينه كب كبير، احنا عايزينه يبقى كب بسيط. وبالشكل ده انا عملت الكب البسيط ليه بقى؟ عشان بحيث ان هو يركب لي بعد كده الكم بتاعي اللي انا عايزة اركبه في التصميم بطريقة سهلة وبسيطة. يعني الكم هيجي لي، بس هيجي لي ايه متركب لحد النص، تمام كده. هنبدأ بقى نعمل التعديل ده ونعمله عملي، ونرسم البطرون الاساسي على القماشة بتاعتنا لو معاكي القماش، او هتعمليها على بطرون ورق ونبدأ ان احنا نقصه، تمام كده. ادي البطرون الورق معايا اهو، انا حبيت بس اعملك التعديل بطريقه واضحه، وهنا برضو هنعمله بطريقه واضحه. هنبدا نجيب قلم مختلف، نبدا نعمل التعديلات، وهنيجي كده نفس الخط اللي عملناه الناحيه التانية اهو، وبعد ما عملنا نفس الخط الناحيه التانية هنبدا ان احنا نيجي ونعمل الكب بتاعنا بنفس الطريقه بنفس الشكل اهو، شايفه ازاي اهو بالطريقه دي، تمام كده. وهنبدأ بعد كده نروح قصين بقى القطع الزيادة دي واحدة واحدة، وهنبدأ نشيل الزيادات دي كلها الموجودة معايا في التصميم، هنبدأ نشيلها كده وحردة الإبط ضمنيهم. طبعا الكب بتاعنا بادئ من حردة الإبط، فاحنا مش محتاجين القطع اللي فوق، احنا محتاجين بس الكب كده ونحدده بالشكل ده. وزي ما قلت لك هو مش كب كبير، مش مسافته 2 سنتي زي ما بنعمله كل مرة، لا ده مسافته بسيطة، ده هيبقى الامام وده هيبقى الخلف بالشكل ده، تمام كده. وبعد ما عملت الامام والخلف بالطريقة دي كده هنبدأ نفرد، ده الامام اهو، ده الامام اهو، وده الخلف الناحية التانية برضو اهو، تمام كده. هنبدأ بقى نجيب الدبيس بتاعتنا وندبس القطعتين دول في بعض، ثانية واحدة، وهنبدأ نقفل الجناب الناحية التانية بردك اهي بالشكل ده كده. وبعد ما قفلت كده الكب بتاعي، ناقص بقى ان احنا نعمل الكم بتاعنا بطريقة سهلة وبسيطة قوي. الكم بقى هيكون عبارة عن ايه؟ تعالوا بقى نعمل الكم، بس هنعمله هنا بقى ايه، هنعمله في ورقة تكون اول حاجة خالص. انت لو معاكي قماشة وقماشة مفرودة كده هتبتدي تتنيها مرة، هتبتدي تتني ثانية واحدة، وهنتني كده واحدة واحدة اهي، وبعد ما تنيتها مرة هبدأ اتنيها مرة كمان، ده لو على قماشة، تمام كده. وهبدأ اجيب اي قلم، اجيب القلم الفلوماستر
عشان اوريكي التعديلات اللي احنا عايزين نعملها على الكم بتاعنا. الاول خالص هنرسم بطرون الكم عادي خالص، تمام كده. هنسيب مسافة المسطرة ونحط دوران الدراع معانا ونشتغل كده بالشكل ده، وبعدين هنروح نازلين من هنا كده طول الكم معايا، وطول الكم معايا هنخليه 20 سنتي بالظبط. وبعدين هنيجي من عند الطول او الخط اللي احنا عملنا بتاع الطول، وهنبدأ نحدده كده مسافة 4 سنتي، وبعدين هنطلع مسافة هنا اهي 2 سنتي، تمام كده. طبعا الجزئية دي هتبقى من مقفولة. وبعدين هنبدأ نيجي من هنا كده ونروح جايبينها كده بالشكل ده. طيب بعد ما عملت كده هبدأ بقى ان انا اقفل الاسورة بتاعتي. فطبعا لو انت عايزاها تبقى ضيقة بتضيقيها. بتضيقيها ازاي؟ مثلا مسافة الاسورة لحد هنا عايزاها، بتبتدي تاخدي الكم بتاعك وتنزلي بيه لحد هنا لو انت عايزة تضيقيها. عايزة تسيبيها زي ما هي تمام، عايزة تضيقيها برضو تمام، بس انا مش هضيق، انا هسيبها زي ما هي رغم انها سوري، وانا قصها نضيقها. تعالى نضيقها وخلاص، عشان في تعديل مهم قوي قوي، والتعديل ده هو بقى اللي فيه التكاية وفيه التكاية المهمة. ثانية واحدة، نركن الأجزاء دي كده على جنب. تعالوا بقى نشوف التعديل. ايه بقى التعديل يا مريم؟ ادي الكم اهو بتاعنا اهو، الكمين اهو بشكل سهل وبسيط قوي من غير اي حاجة. وهنبدأ نجيب بقى البطرون بتاعنا او الفستان بتاعنا ده من فوق، وهنبدأ ان احنا نتني كده الكم بتاعنا بالشكل ده، وهنبدأ نحطه بالوضعية دي. بصي نفس الوضعية اهي، ثانية واحدة، نفس الوضعية دي اهي، تمام كده كده. طيب معنى ان احنا حطيناه بنفس الوضعية دي يبقى هنشيل ايه؟ يبقى هنشيل القطعة دي. تعالوا بقى نحدد القطعة اللي هنشيلها بالظبط، ومتحددة معايا بالسنتي وبكل حاجة ومفيهاش اي حاجة. تعالوا بقى نحددها. هنبدأ ان احنا نشيل القطعة دي اهي، وهنشيلها كده ونطلعها على مفيش بالشكل ده، بحيث لما اجي اركب الكم يتركب معايا بالشكل. ثانية واحدة كده، ويتركب معايا بالشكل ده. وهنشيل القطع الزيادة دي. تعالوا بقى نشيل القطع الزيادة دي، بس طبعا هنشيلها بالنسبة للكمين بقى عشان خاطر الكمين يبقوا مظبوطين مفهومش اي مشكلة. احنا طبعا عايزين نركب دي هنا كده، وهنبدأ ان احنا نركبه كده، والقطعة دي اللي هتتشيل، تمام كده. ثانية واحدة وريهالك اهي، القطعة دي اهي هي اللي هتتشيل. القطعة دي هي نفس القطعة دي، بس انا ايه حبيت اوريهالك، تمام كده. هنبدأ ان احنا نقص عليها وعلى مسافتها. تعالوا بقى نشيل القطعة الزيادة دي عشان اوريكي، او نخليها، ايوه خليها كده خلاص. وهنبدأ ان احنا نجيب الكم ده والكم ده ونبدأ نركبهم هنا. ادي الكم يا جماعة اهو بالشكل ده، وهبدأ ان انا اجيب الدابيس واحدة واحدة. طبعا الفستان السوري ده شكله سهل قوي وبسيط قوي، بس هو الفكرة ان انت ايه تعمليه بوضعية سهلة وبسيطة مبقاش اي حاجة خالص. ثانية واحدة اهي، تمام كده اهي. وادي الكم الاولاني ركبته، هبدأ اركب الكم التاني. معنى كده يا مريم ان القطعة التانية دي غلط؟ لا هي مش غلط، هي تبع فستان تاني، بس انا اللي جبتها لك ايه تبع الفستان ده عادي، يعني مفيش مشكلة. جلا منا يا سوء اهي، ثانية واحدة بس، ونركب القطعتين نفس المستوى عشان خاطر، ثانية واحدة، نفس المستوى كده، ويبقوا الاتنين نفس الكتف نفس المستوى نفس كل حاجة كده. وبالنسبة بقى للجيبة بتاعت الفستان، ثانية واحدة بقى نحدد القمر الكب مرة عشان احدد لك الكب. بصوا يا جماعة طبعا اهم حاجة ما تبخليش علينا باللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناة لأول مرة تشوفيني وأول مرة تعرفيني، واللايك الجميل، وطبعا تتفرجي واحدة واحدة عشان تعملي اجمل الفستان ده. بالنسبة للجيبة بقى بتاعت الفستان، او بالنسبة للقطعة ازاي ده بتاعت الفستان، فدي قطعة ايه هتبقى عبارة عن كشكشة، واحنا دايما بنعمل الكشكشة والكسرات
وهنعملها برضك في فساتين تانية كتير قوي قوي وجديدة قوي. يلا اوريكم بقى الفستان. بصوا يا جماعة شكل الفستان اتعمل ازاي في الاخر. اتعمل بطريقة سهلة وبسيطة جدا، اهم حاجة بس تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني هيعجبك. كل اللي عليكي بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناة. كل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. مع تحية تعليم الخياطة مريم احمد. تفصيلة وخياطة فستان سواري كاب بطريقة سهلة وبسيطة، اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك. وكل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله. مع تحية تعليم الخياطة مريم احمد. يا رب يكون تصميم سهل وبسيط وعجبك.